مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز، وزي ما عودناكم في ترندز هنتكلم معاكم في كل جديد وكل اللي بيحصل في عالم السوشيال ميديا. ويلا بينا نبدا الحلقه بفقره ترندز اوف ذا ويك. اول ترند معانا النهارده بقى هو خبر غريب جدا شغل الناس في كل العالم تقريبا، والحقيقه مش بس الخبر الغريب لكن كمان ممكن نقول عليه مجنون، في حاجه كده مش طبيعيه. بصوا بقى يا جماعة، في واحدة اسمها بروكارد عندها 38 سنة. الست دي بقى بتشتغل مغنية وكاتبة أغاني في إنجلترا. قالت إنها بتحب مين؟ بتحب شبح. أو والله العظيم زي ما بقول لكم كده، قالت إنها بتحب شبح، وإن الشبح ده عايش معها في بيتها، والشبح ده اسمه أدوارد وهو كان جندي بريطاني في العصر الفيكتوري، وإن الشبح ده بيظهر ليها في السنة أو ظهر ليها السنة اللي فاتت وابتدوا يحبوا بعض. طيب الموضوع وقف عند هنا؟ لا خالص، دول كمان قرروا انهم يتجوزوا. بالمناسبه الكلام ده نشرته مجله مترو البريطانيه، وهي واحده من اكبر المجلات الانجليزيه. المهم ان اخت بروكارد قالت كمان ان حاليا هي يعني بتتخانق كتير قوي مع حبيبها الشبح ده حوالين ميعاد الفرح، وقالت انه عايز الفرح يكون في الصيف، لكن الشبح بيكره الحر وهي بروكارد عايزاه في الشتاء. بتقول كمان انه من كتر كرهه للحر بيختفي عنها كتير جدا في الصيف، وقالت برضو انهم ما وصلوش لاي اتفاق لحد دلوقتي. المهم بقى انها لما اتسالت هم بيتواصلوا ازاي مع بعض او بيتكلموا ازاي، قالت ان الشبح حبيبها ده بيبعت لها رسائل في الحمام من خلال بخار الميه على المرايه، وقالت كمان ان الموضوع بقى صعب جدا نفسيا عليها، وخصوصا انها راحت لاكتر من كنيسه عشان يجوزوها من حبيبها، بس كل الكنائس يعني طبيعي رفضوا، مش بس كده في كنائس طردتها منها. بصراحه يعني معاهم حق، والله واحده رايحه تقول لهم جوزوني من شبح، تفتكروا المفروض يعملوا معاها ايه؟ المهم بقى نيجي لاهم فقره في الفرح وهي المعازيم، وبما ان الست هتتجوز من شبح فقررت انها تعزم ناس ماتوا من زمان زي الفيس بريسلي، مارلين مونرو، ويليام شكسبير، وحاجه كده يعني على مستوى الحدث. واحده تتجوز شبح عايزين منها تعزم مين؟ يبقى اكيد هيجيب اصحابه الاشباح. المهم بقى ان الست بروكارد دي قالت ان الشبح ده اتقدم للجواز منها في نوفمبر اللي فات، وقالت انها صحيت من النوم فجاه كده في يوم لقت خاتم من الالماس على مخدتها فوافقت على طول على طلب الجواز. تاني ترند معانا بقى النهارده خاص بالفنان عبد الباسط حموده، واللي طول الوقت بيفاجئ جمهوره، وهنلاقيه برضه طول الوقت بيحاول يكتشف الشباب ويساعدهم يقدموا معاه في اغاني كتير. وهنلاقيه مثلا ان كان في اخر اغنيه معاه ضيعنا مع عمر كمال، واللي حققت نسب مشاهده عاليه جدا على يوتيوب. اليومين دول بقى عبد الباسط بيحضر لاكتر من اغنيه مع عدد من المطربين الشباب، وكاميرا ترندز كانت حاضره تسجيل الاغنيه وسجلت مع الفنان الكبير عبد الباسط حموده. شرف ليا ان انا ابقى مع الاستاذ عبد الباسط حموده في غنوه. شرف لاي مطرب شعبي انه يغني مع النجم عبد الباسط حموده في غنوه. انا رحت لعم عبد الباسط قلت له عم عبد الباسط عايز اعمل معاك غنوه. عم عبد الباسط قال لي انا بحبك وانت حبيبي وكده ويلا بينا، والحمد لله ربنا كرمنا وعاملين فكره حلوه وربنا يكرمنا بيها ان شاء الله. خدوم وانسان حاضر ونعم وطيب، يعني انا لما جالي قلت له حاضر يا حبيبي، حبش اكسر بخاطر حد. انا ما اعرفش بقى تقول لي كلمات مين الحان مين، ما انا جيت غنيت وخلاص، لكن كلمات مين الحان مين ما اعرفش، انا غني بس. كل حاجه كل حاجه عند عم عباسط حلوه، كل حاجة عند عم عباسط ده اقول لك ايه، ده البونبوناية بتاعتنا، بونبوناية الاغنية الشعبية، وده اللي صوته هيفضل طول حياته بخير وجميل، وربنا يديله الصحة ويخليه لينا. كلمة اللي مش عجباني ما اقولهاش، ولو اغنية وحشة مش هقولها، ما كانتش حاجة تخش دماغي ما مش هعملها. انا بعدت ناس كتير عن المهرجان خالص، وعمر كمال كان مهرجان بس انا خليته غنى شعبي، لان عمر كمال بيغني عاطفي وبيغني عن الحب وبيغني عن كل حاجة، ولد رقيق وجميل وزي الفل، بس هي دي اللي محبباني فيه. الأستاذ هاني شاكر ما غلطش في حد، الأستاذ هاني شاكر بيقول لك تعالى امتحن، بتغني كويس والناس امتحنتك ولقوك كويس هيقول لك الكرنيه وروح اشتغل،
هو مش مانع نفسه. بص احنا عاملين الافيه اللي هو بتاع هي 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 هو هو هو، عم بصت بيقول حاجات كده اللي هي بتاعته اللي هي الشهيره يعني، غنى اسمها سهرانين، بنتكلم على اماكن على الحاجات اللي بتحصل في السهر، و غنوه حلوه ان شاء الله تعجبكم، ودمها خفيف كده وفريش، غنوه فريش ان شاء الله تبقى حلوه. يا عم وعم قلبي يا معلمني الهوى، اتفضل جوه قلبي انا على السوا، يا سيد الناس يا جماعه في الحب وفي الميلوى، انا قلبي نار ولع ويوسف معاه الدوا، اديني هاتات اديني هاتات. من الاحداث اللي كانت ترند الاسبوع اللي فات وكلنا تابعناها حادثه عريس الاسماعيليه واللي اتصدرت السوشيال ميديا، وبعد ما العريس ضرب عروسته يوم فرحها في الشارع بفستان الفرح. الغريب بقى ان الفرح بعدها تم عادي خالص، وده خلى عدد كبير من رواد السوشيال ميديا يتناولوا القصه دي، ومنهم عدد كبير من الفنانين اللي شافوا اللي حصل ده مش طبيعي، وان المفروض ان مفيش راجل يمد ايده على ست، ومنهم آسر ياسين واللي كتب تغريده على تويتر وقال فيها: جدي كان دايما يقول لي عارف الفرق بين الراجل اللي بصح والراجل الغلط؟ الراجل اللي بصح مراته تمشي قدامه ويصونها زي الملكه، اما الراجل الغلط هو اللي يجر مراته وراه ويمد ايده عليها. مش بس آسر ياسين، ده كمان في عدد كبير من الفنانين اللي اتكلموا وعلقوا على الموضوع، وكان اغلبهم متضايق طبعا من الفكره ومن انه راجل يضرب مراته ايا كان السبب ايه. الحقيقه الموضوع كله على بعضه اثار غضب ناس كثيره جدا، وخصوصا بعد ما بدا العروسين يظهروا مع بعض في وسائل الاعلام، والعريس يقول ان الموقف ده عادي وانه بيحصل كتير. واللي اغضب الناس اكتر بقى كلام اخو العروسه واللي قال انه عادي وانه ممكن يضربها وهو ابن عمها مش بس جوزها. الفترة اللي فاتت بقينا نشوف أعمال كتيرة متاخدة من أعمال أجنبية، أو بمعنى أصح بقينا نشوف النسخة العربي من أعمال أجنبية، زي فيلم أصحاب الأعز، مسلسل سوتس بالعربي، قواعد الطلاق الـ45، زي الشمس، وغيرهم وغيرهم. الحقيقة الموضوع ده بقى مقلق شوية، لأنه زي ما في نسخة عربية من أعمال أجنبية، في كمان أعمال عربية متاخدة بالحرف من أعمال أجنبية زي ما بيقولوا، وده طبعا بيخلينا نفكر ونسأل نفسنا هو في إيه؟ هل ده حاجة هتفيد الدراما، ولا هل ده إفلاس فكري واستسهال، ولا إيه هو الموضوع بالظبط؟ وهل الظاهرة دي لو استمرت ممكن يأثر على الإنتاج الدرامي المصري الأصيل اللي كلنا عارفينه؟ بما إن الموضوع ده فيه شك وفيه تفاصيل كتير، هنعرف أكتر عن الموضوع ده من الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى الكيلاني. أهلا بيك وبرحب بيك في ترندز. أهلا بيك. يعني في البداية إيه رأيك في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه ده؟ هل تمصير الأعمال الأجنبية بيفيد الدراما العربية أو المصرية بشكل يعني على وجه التحديد؟ لا، هو طبعاً مش هيفيد أي حاجة، يعني خلينا واضحين. يعني ممكن مثلاً يتعمل حسب نسبته مثلاً، يعني لو أنا بعمل ده في نسبة مثلاً 5% من الأعمال أو ماشي أقل من كده تمام، لكن أكتر من كده طبعاً ده خطر. لان انا في الاخر انا عندي كتاب سيناريو، عندي افكار كتير جدا جدا، انا اصلا يعني بلاد ومجتمع مليان بالحكايات والحواديت طول الوقت، فانا ادور ليه على حواديت بره؟ انا عندي تراث قد كده، لو انا عايز اعمل مسلسلات تاريخيه هعمل، لو انا عايز اعمل مسلسلات اجتماعيه هعمل، لو انا عايز اعمل اكشن هعمل، لو انا عايز اعمل حربي ووطني هعمل، فانا عندي 100,000 حاجة أقدر أشتغل فيها من خلال من 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 أفكاري ومن تراثي ومن من دماغ أوريجينال بتاعت السيناريستات والكتاب المصريين. لكن إن أنا كمصر لا، أنا عندي كتير جدا، عندي حاجات كتير قوي قوي، فأنا بالنسبة لي أقدر أعمل أفلام ومسلسلات وبرامج وأفكار بتاعتي أنا، مش متاخده من الخارج. مثلا عندنا عملوا قواعد الطلاق الـ45، نجح شويه، تمام جميل. ستات بيت المعادي ماشي، متاخد من حاجه اجنبي ونجح. بس في الاخر ده ممكن يكون زي ما قلت لحضرتك بنسبه 5% بالكتير قوي من مجمل الحلقات اللي بتنتج في مصر، انما اكتر من كده لا، ده يبقى خطر على الدراما، خطر على كتاب السيناريو المصريين، خطر على الافكار. انا بستورد ايه بالظبط؟ يعني هل انا بستورد حاجه تناسب مجتمعي ولا لا؟ انا بستورد حاجه تنفع تتعمل عندي بافكاري ودماغي ولا لا؟
احنا شفنا الازمه اللي حصلت على فيلم اصحابه الاعز. طيب خليني اتكلم مع حضرتك على الفيلم ده. الفيلم ده اترجم لاكثر من نسخه، يعني في نسخ منه فرنسويه وايطاليه في حوالي 18 نسخه من في 18 نسخه من بيرفكت سترينج. فليه احنا شايفين ان يمكن ده حاجه بدون ان انا اتكلم عن عمل بعينه، لكن ليه شايفين ان ممكن تمصير الاعمال دي ممكن تبقى حاجه سلبيه، مع ان في دول كثيره قوي بتترجم، حتى في اعمال بان ارب اترجمت لنسخ اسبانيه كمان. تمام. انا عندي النسخه الاصليه احنا اتفرجنا عليها في مهرجان القاهره السينمائي وخد جائزه وحصل جائزه السيناريو بالمناسبه. اوكي. لكن في الاخر لما جينا عربناه وعملنا النسخه اللبناني اللي هي اصحاب ولا اعز، اولا من بدايه الاسم اصلا اسم غير كاتش، الاسم مش حلو، مش لطيف، ملوش علاقه من بفكره الفيلم اصلا، ده اول حاجه. ثاني حاجه التعريب لما اتعمل ما اتعملش بشكل جيد، سيناريو وشغل مخرج كان ضعيف جدا جدا جدا. ماليش علاقه اصلا بالافكار اللي الناس اعترضت عليها، لانه في الاخر دي اراء وكل واحد ممكن يكون عنده وجهه نظر مختلفه عن الثاني. لكن انا بتكلم على محتوى فني. محتوى فني هو 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 فيلم اقل بكتير جدا 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 من النسخه الاصليه. وبالمناسبه معظم النسخ اللي اتعملت من بيرفكت سترينجر ما فيش فيهم نسخة جيدة، يمكن حتى ده النسخة اللبناني دي أفضل كمان من النسخة الفرنسية. النسخة الفرنسية ضعيفة جدا جدا. طبعا وجهة نظر حضرتك تحترم جدا، كل الشكر ليك الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى الكيلاني على وجودك معانا في ترندز. في مثل مصري مشهور بيقول لك ايه بقى، الضربه اللي ما تموتكش بتقويك، وده مثل حقيقي جدا لانه فعلا بيحصل في حياتنا وبنشوفه في مواقف كتيره جدا. في ناس كتير بتقدر فعلا انها تعدي مشاكلها وتبقى ناجحه في حياتها، بس في نفس الوقت في ناس لسه واقفه في مكانها مش قادره تعدي الازمه اللي هي فيها. الناس دي بقى بتكون محتاجه ناس يقدروا يدوهم طاقه ايجابيه ويشاركوهم تجاربهم ويقولوا لهم ازاي يقدروا يبداوا من جديد، زي بالظبط ضيفتنا اللي مشرفانا النهارده واللي مرت بمواقف صعبه وبدات من جديد وقدرت ان هي تنجح وبدات تصدر كل الإيجابية وتقف لأي حد عنده مشكلة وتديله طاقة إيجابية وإنه يبدأ من جديد. منورانا النهاردة الإنفلونسر نسمة خضر. إزيك يا نسمة؟ إزيك حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. نسمة بيقولوا إن هي محتاجة شجاعة كبيرة قوي، أو it takes courage كده بيقولوا الجملة دي، صح، عشان تقدري تبقي تعملي فيديوهات على السوشيال ميديا، تقدري تقولي انك مريتي بايه كلها. انت كسرتي التابو بتاع الناس اللي تقولك لا استخبي ما تقوليش انك انفصلتي، صح، او انت قدرتي تبتدي على السوشيال ميديا وتعملي لنفسك بلاتفورم كده او ليكي لاين معين مختلف، وقدرتي تقولي للناس لا هو عادي خالص انا منفصله وبعيش حياتي وقادره ابدا من جديد. ابتديتي ازاي على السوشيال ميديا ومين شجعك تكسري التابو ده؟ ازيك الاول. انا ابتديت على السوشيال ميديا بقالي سنتين، لقيت ان في ناس بتحبني وناس متفاعله معايا وحاسين ان رايي مهم بالنسبه لهم فكملت. ازاي كسرت التابو ده؟ انا مش حاسه ان هي حاجه لازم تكمل اصلا موجوده في المجتمع، ان الست لما تكون منفصله او مطلقه او whatever حالها ايه او بالظبط ان ده يكون في مشكله اصلا. ده مش بيعبر عن اي حاجه خالص في شخصيتها ولا في اي حاجه فيها، يعني مش نقص فيها. بس عشان كده انا كنت بتكلم في الموضوع ده، فانا اي حاجه بتكلم فيها على البلاتفورم بتاعتي ببقى فعلا انا مصدقه ان ده مش صح انه يكون موجود، وما فيهاش حاجه ان احنا نحاول نغير المجتمع دلوقتي. لكن مين شجعك يعني؟ عارفه ممكن اصحابي. لا مفيش حد شجعني غير اصحابي، والاهم من كل ده ان انا كنت مع لايف كوتش من ساعه لما انفصلت بقالي سنه ونص لغايه دلوقتي. فهي اللايف كوتش هي اللي ساعدتني كتير قوي في الاول اني اعرف اصلا انا بحب ايه واعرف نفسي. يلا بينا يا نسمه نشوف الفيديو ده كده. اعترف لكم باعتراف، انا بني ادمه متوتره وقلقه جدا. عارفين ايه اللي ساعدني اقلل توتري؟ اني اتنفس. اكيد كلنا بنتنفس، انا قصدي التنفس التاني اللي بتملي بيه جسمك وتطلعيه بالراحه. لما تعودت على الطريقه دي توتري ابتدى يقل وابتديت اخلص من الارهاق والافكار السلبيه. ما تنسيش تتنفسي. انت دراستك ليها علاقه بالمحتوى اللي انت بتقدميه؟ انا خريجه اعلام، فاكيد استفدت طبعا.
حلو قوي. طيب انت قلتي انه انت بداتي مع لايف كوتش بس النهارده احنا قادرين نشوفك ان انت نفسك بقيتي موتيفيشنال سبيكر، يعني الناس بتشوفك على السوشيال ميديا وتاخد منك الهام كده ان هم يقدروا يعملوا احسن. ازاي قدرتي انك تعملي ده مع الناس؟ يعني في ناس فعلا بتبعت لك تقول لك اعمل ايه، انا انفصلت اتصرف ازاي؟ كتير قوي كتير قوي. عشان ساعات بتبقى الخبره او المشكله اللي تعرضت لها بتبقى زيها زي الدراسه. كمان انا دلوقتي بدرس كمان جنب اللي انا شفته في الحياه، يعني درست كمان علشان ابقى لايف كوتش بعد كده، وده هيفرق كمان معايا حتى مع الناس اللي انا بسالهم، سوري اللي بيسالوني وانا برد عليهم. كتير قوي بيبعتوا لي ان عندهم مشكله ان هم مش عارفين ينفصلوا او منفصلين ومش عايزين يطلعوا من البيت. انا في واحده بعتت لي بقى لها 7 سنين مطلقه وقاعده في البيت مش عايز تخرج عشان هي خايفه من نظره المجتمع. انت متخيله الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل؟ بساعدهم الحمد لله على الاقل بكلمه ممكن تشجعهم. طب انت يعني احكي لنا كده موقف مثلا او اغرب موقف غير ال7 سنين اللي قاعده في البيت ما بتطلعش منه، وانت ساعدتي حد فعلا انه ياخد ستاب بره المنظومه اللي هو فاكر انه هتبقى صعبه بالنسبه له او بالنسبه لها؟ اكتر حاجه بتجيلي واكتر مسجز بتجيلي ان هم انا ساعدتهم ان هم يواجهوا الناس بفكره ان هم منفصلين وان دي حاجه ما تعبهمش وان هم قادرين يواجهوا المجتمع وكده. تاني حاجه ان في ستات كتير قوي، ودي المشكله الاساسيه اللي انا شايفاها، ان هم بيكونوا متجوزين بينسوا حياتهم بينسوا شغلهم، وتشز انا كنت واحده منهم. انا اتجوزت 13 سنه ما كنتش بشتغل خالص، وده اللي خلاني لما سبت الجواز وقعت، لان مفيش حاجه تانية ليكي، مفيش حياه تانية. فاللي بشجعهم عليه دلوقتي ان كل ست لازم يكون ليها حياتها، وهي متجوزه مفيش حاجه انها تبقى بتربي اولادها وكويسه مع جوزها بس في نفس الوقت عندها حياتها او دراستها. يعني الانسان مش عشان يرتبط بحد يسيب حياته، لا لازم يبقى ليا اصحابي ليا شغلي ليا حياتي عشان لما تخسر حاجه ما تبقاش خسرت كل حاجه. صح. يعني امتى بقى الواحد، سيبك من انفصال او اي حاجه، ممكن كل الناس بتمر بظروف صعبه، امتى اقدر اقف مع نفسي اعرف ان انا في الوقت ده محتاجه ثيرابيست او محتاجه دكتور نفساني او لايف كوتش او 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 اي حاجه؟ امتى اقف الوقفه دي مع نفسي واحس ان انا محتاجه ده؟ مبدئيا بس خلينا نفهم الناس الفرق بين اللايف كوتش والثيرابيست او الهيلر اللي بيعالج صدمات حصلت زمان. اللايف كوتش هو زي داعم ليكي بيعلمك تعملي ايه في اللي جاي، تعرفي ايه الامكانيات اللي عندك وتستخدميها في حياتك الجايه. حلو قوي بقى بين الاثنين دول، ان احنا نفرق بين الثيرابيست واللايف كوتش عشان في ناس بيختلط عليها المفاهيم. بالظبط. فاللايف كوتش ده هيديكي خطتك لقدام مستقبلك، بيساعدك تشوفي نفسك تثقي في نفسك تحبي نفسك. الهيلر او الثيرابيست او حتى الدكتور النفسي ده اللي ورا المشاكل اللي ورا، لان ساعات بيبقى عندك عارفه تروما، يعني صدمه اتعرضت لها كبيره قوي ومخك ما تعدهاش، فده لازم تخففيه الاول قبل ما تبتدي تبصي لمستقبلك. فده بتروحي الاول لهيلر يعالجك او ثيرابيست، وبعدها تروحي لايف كوتش يشوف لك انت ايه المتميزه فيه. اسمع خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. دلوقتي هكلمكم عن الاحاسيس اللي عشتها الفتره اللي فاتت وازاي خلصت منها. الفشل اكتر احساس عشته بعد ازمتي. مش سهل خالص انك تهدي حياتك اللي بنيتيها من سنين وفجأة تلاقي نفسك مضطرة تبتدي تاني من جديد. حسيت كتير بالفشل بس قررت أشتغل على نفسي. تابعوني في الفيديو الجاي عشان تعرفوا إزاي. كل الناس قالوا لي مش هتقدري تدرسي حاجة جديدة دلوقتي، ويلا روحي ربي عيالك وفكك من الدراسة. أنا درست ستايلينج، فاشن ديزايننج، فاشن بي آر اند إيفنتس، وبقى عندي موبايل أبليكيشن بتاعي. وبكده أثبتت لنفسي وللناس إن الدراسة والشغل ملهمش علاقة بالسن ولا بالحالة الاجتماعية. يلا الدور عليكي دلوقتي، ما تسمعيش لحد وابتدي تعملي اللي انت بتحبيه. حقيقيه قوي، وبتعبري عن نفسك بكل ثقه من غير اي خوف. يعني احكي لنا اكتر عن الفيديو. اكتر حاجه بتتعب الستات ان هم ياخدوا قرار الانفصال لو هم تعبانين. اصل خلي بالك، هو في ناس بتبقى تعبانه جدا في الحياه الزوجيه بس مش قادرين ياخدوا قرار عشان المجتمع، مش عشان هم خايفين على اولادهم او كده. فمن ضمن الحاجات اللي الناس بتتعرض لها، غير كمان مشكله المجتمع ونظره المجتمع، ان انا هعمل ايه في حياتي مع ولادي وهربي هربيهم ازاي وهعيش ازاي وانا هبقى منهاره. فده كان تصوير بس لحاجه من الحاجات اللي الست بتشوفها يوميا، والتعب الاعصاب واحساسها بذنب ناحيه اولادها. وقعدت اسبوع ببين كل يوم احساس معين من اللي بيجي لك بعد الانفصال وازاي تعالجيه في فيديو تاني وراه على طول. ايه اكتر احساس كنت بتحسيه مستمر استمر معاكي كتير؟ احساس الذنب ناحيه الاطفال اكيد. اكتر حاجه كنت خايفه منها، بس لما شفتهم بعد سنه وشويه ابتدوا يتحسنوا وعلاقتنا بباباهم بقت كويسه جدا جدا، بالعكس كمان بقت اقوى من الاول، خلى احساس الذنب يروح يعني الحمد لله. بقوا على الاقل بقوا نفسيا ستيبل.
بصي انا كنت بقلب عندك في البيج وبقدر اعرف الفيك نمبرز من الارقام الحقيقيه وشفت ان انت الناس بتتفاعل معاكي لانه انت حقيقيه جدا، انت مش مصدره لنا الحياه اللي هي واو انا نفسي اعيشها بس عمري ما هعرف اعيشها ولا بعد مليون سنه، اللي هي اصلا ما بتبقاش حقيقيه طبعا. انت مصدره الواقع اللي انت عايشه فيه. فدور الانفلونسر هنا النهارده ايه؟ يعني هل دور الانفلونسر انه يحفز الناس ويشجعهم بشكل حقيقي؟ ده في وجهة نظرك يعني الناس النهارده بقت تقدر تفرق بين الدور طبعا. ده ولا الانفلونسر مش ده دوره؟ لا، الانفلونسر مش دوره ان هو يكون بيلمع، دوره انه يكون واحد من وسط الناس زيهم بالظبط، بس يقول لهم ازاي بيتخطى مشاكله عشان ينور لهم الطريق، فاهمه قصدي؟ يعني يساعدهم، مش ان هو يبقى فيك فيعقدهم في حياتهم او يحسسهم ان انا احسن منكم او ان انتم مش هتبقوا زيي في يوم من الايام. فانا شايفه ان اهم حاجه ان انت تبقي زيك زي الناس وبتوريهم حياتك الطبيعيه خالص، بس اللي هي فيها كل الاحاسيس المختلفه، فيها مشاكل وفيها حاجات حلوه وفيها حاجات كويسه وفيها نجاح وفيها وقوع وفيها عيا وفيها كل حاجه، ولازم يشوفوا كل حاجه. يعني في حد بعت لي سوري، كان في حد بعت لي من كام يوم ان هو طب ناقص تحطوا كاميرات في بيتكم عشان تورونا كل حاجه. بدل ما اوريكم حاجات بتلمع قوي يبقى لازم وانا نازله الشارع وشكلي بيرفكت، لا، شوفوا حياتي عامله ازاي زي حياتكم، ما تبقوش ناقمين، فاهمه قصدي؟ بس وقادرين نشوف ده من لو نزلنا تحت شويه في الستوريز او سوري في البوست، هنلاقي انه يمكن الموضوع كان اصعب بعدين بيبتدي يبقى احسن تدريجيا. طيب ايه في وجهه نظرك اللي بيفسد خطه الانسان عامه للتغيير او التطور، ان انا عايزه اكون احسن، ايه اللي بيبوظ الخطه دي؟ بصي، اكتر حاجه بتبوظ الموضوع ده ان انت من جواكي تبقي بتفشلي نفسك، اللي هو تقولي لنفسك كلام مش صح، انا مش هقدر، انا مش قويه، انا خلي بالك كمان البيليفز المبنيه عندك من المجتمع لو طلعتيها على نفسك انت كمان تقوليها هتبقي بتشاركي في الجريمه دي. انا بقول مهم قوي ازاي تكلم نفسك طبعا، يعني ازاي انت من جواك بتكلم نفسك. دي اول حاجه خلتني اخف واتعافى اصلا ان انا بكلم نفسي، وطبعا اللايف كوتش لقيت لي على الموضوع ده ان ازاي اكلم نفسي بطريقه ايجابيه، بس حتى لو انا شايفه ان سي مثلا انا تخينه وعايزه اخس، مش هقعد اقول لنفسي اذا تخنتي قوي، لا، انت هتخسي، انت هتقدري، انت هتبقي، انت كده. فتتكلمي ايجابيا. خلينا نشوف فيديو عن ازاي الكلمه ممكن تاثر فينا ونرجع نكمل تاني كلام في الموضوع ده مهم قوي. هحكي لكم على حاجه، انا مره كلمه اتقالت لي قلبت لي حياتي كلها وفضلت قدامي طول عمري. اتقال لي اني فاشله ومش نافعه في حاجه. الكلمه دي صغيره قوي بس كسرتني، وبعد سنين كتير اتقال لي منكم اني ملهمه، وده شجعني انجح اكتر واكتر. ما تنسيش الكلمه ممكن تبني وممكن تهد. احكوا لي عن كلمه اثرت في حياتكم وفرقت جدا فيها. انت اتكلمتي عن اسباب الكلمه اللي ممكن ازاي تاثر فينا، وكلمه يمكن شقلبت لك حياتك كلها. ايه كمان ممكن يبقى اسباب للفشل؟ اهم حاجه زي ما قلت لك الكلمه لنفسك اللي هتقوليها لنفسك. تاني حاجه انك تسمعي كلام الناس من غير ما تبقي انت مقتنعه بيه، يعني في ناس بتمشي ورا الكلام اللي بيتقال وخلاص من غير ما يبقوا مقتنعين. لازم فلتر، افلتر الكلام يعني. لا، وبيسمعوا كمان كلام الناس اللي حواليهم اللي هو لا، يعني انا طبعا على طول في الاول كان بيتقال لي ما ينفعش تطلعي حياتك كلها على السوشيال ميديا، ما ينفعش تعملي، ما ينفعش تعملي، ما ينفعش تتكلمي. ليه ما ينفعش؟ فكري، شوفي الصح والغلط واعملي اللي انت حاساه من نفسك. دي اول حاجه، اول عائق لازم تكسريه وانت بتدوري على نجاح بعد كده. لقيتي ناس بتقول لك مثلا من قرايبك او اهلك يقولوا لك بتفضحي نفسك مثلا طبعًا، بتكبري اي طبعًا حاجه طبعًا من الحاجات دي، الحاجات طبعًا اللي بتهد شويه دي طبعا، سبيشالي كبار كمان الاكبر مننا مش فاهمين لسه السوشيال ميديا بتعبر عن ايه او بتفهم الناس ايه. فانا كنت بالنسبه لي انا مقتنعه ان انا بعمل الصح عشان اساعد ناس تانية واوريهم ان ده عادي. بس طب نسمع، عايزين بقى نصايح سريعه كده لاي حد بيحاول ان هو يبتدي حياته من اول وجديد او يبدا ويرتب حياته من اول وجديد، يعمل ايه في حالات ان حصل صدمه كبيره او تغير كبير في حياتك؟ اول حاجه خالص اسمعي نفسك، ولو تعبانه نامي. يعني لو انت عارفه في الاول بتبقي مش قادره تتحركي، مش قادره تعملي حاجه، وبتقعدي تلومي نفسك انا كمان يعني وقعت وكمان اللي هو موت وخراب ديار، لا عادي، ارتاحي خالص وادي نفسك اللي انت عايزاه، بعد كده ابتدي قومي. انا انصح اي حد ان يروح لحد متخصص حتى لو فتره صغيره قوي، هتفرق جدا جدا في حياته. بعد كده زي ما قلنا الافيرميشنز، الكلام الايجابي لنفسك على طول، ده بيفرق جدا جدا. انك تحبي نفسك وتبتدي تعملي الحاجات اللي بتحبيها اللي غالبا بننساها فتره كبيره، ده هيفرق جدا في حياتك. وتشوفي انت متميزه في ايه وتبتدي تسعي فيه حتى لو حاجات صغيره، ده هيفرق جدا. ادي لنفسك وقت، give time some time، اكيد لازم. نسمع، يعني انت يعني من الناس الاقويه جدا، وعجبني قوي كمان ليكي حاجه مهمه قوي قلتيها،
او شفت فيديو ليكي يعني وانت بتعملي unfollow للفيك اكاونتس او مش فيك اكاونتس انه او الناس الفيك عامه، لان هي فعلا بتاثر علينا بشكل يمكن سلبي، انه احنا طول الوقت هنفضل نقارن انا ازاي ما عدتش حياتي بسرعه، ما بنشوفش الصوره كامله. انت وريتينا الصورة كاملة وقدرنا ان احنا نشوف الحقيقة، وفي نفس الوقت يعني بطريقة كلها ايجابية وبتساعدي ناس تانية. كل الشكر ليكي على كل اللي انت بتعمليه، وبنتمنى لك التوفيق في كل حاجة، واكيد اكيد عايزين نفضل متابعينك وان شاء الله تبقي معنا دايما في ترانز. حبيبتي شكرا جدا، ومبسوطة ان انا بقيت معاكم النهاردة في ترانز، وثانك يو. ثانك يو نسمة. كانت معانا دلوقتي الانفلونسر نسمة خضر، وبكده حلقتنا تكون خلصت. اشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، استنونا.